تصل إلى 250 متر بأقل مقدم 10% وأنظمة سداد مختلفة. تمتع بالرفاهية والراحة. قومي يا إلهام اعمل لنا شاي. يا بابا الفيلم هيفوتني. قومي بطلي كسل، هزي كوعك اعملي لأبوكي كوباية شاي. يوه كل شوية ريهام ريهام، مفيش غير ريهام. ما أنا هتفتح بيت إزاي الخايبة دي؟ عمرك أطول من عمري والله يا ابن حلال. كنت عايزه اكلمك كده في موضوع مهم يعني. يا اختي بتوشوشيني ليه؟ ما انت بقك في ودني اصلا طول ما احنا قاعدين. قولي. في ناس تتكلم على بنتك. بنتي؟ قطع لسان اللي يتكلم على بنتي. مين اللي يتكلم على بنتي؟ وانت فرحانه ليه كده وهم بيتكلموا على البنت؟ ما تفهم يا راجل، بنتك جالها عريس. عريس؟ يعني ياخد البنت ويمشي والبيت يفضل علينا؟ قشطة أنا موافق. موافق ده إيه؟ إزاي يعني؟ مش لازم نشوفه الأول ونسأل عليه ويجي كده ونقعد ونتشرط ونتأمر ونقعد بضمير الجمع كلنا نقعد فين؟ ده أنا بقالي 4 أسابيع بحلم إن أفرد رجلي في الشقة هنا حسب لا تكسري النجفة. تعالي بقولك إيه؟ إحنا نعمل كونفرنس كول على الضيق، ها؟ سكايب كده مع بعضينا ونقرا الفاتحة يلا سمعينا زغروطة. يا خراشي سكايب؟ لا طبعًا، لازم يجي يطلب البت من بيت ابوها ويجي هو وابوه وامه واخواته واخواله وعمامه وكل الشارع. دي الوحيده. امال ده انا هعمل لها حته ليله يضحكوا عنها اهل العريس. بس في مشكله. ايوه البيت. الحمد لله انا قلت اتجننت. كويس انك قلتيها. البيت. البيت عايز يتشد. يتشد؟ يتشد ايه ده؟ عايز يتمط يا ماما. يتشد ازاي يعني؟ ما تخافش دي كلها حاجات بسيطه، بس لازم نعملها قبل ما الضيوف يجوا يزورونا. يعني عندك الصاله دي مثلا محتاجه وش نظاف. حلو. ريهام كانت جايبه ايه؟ علبه مونوكير ابيض كده بفرشه، ظريف جدا. ادوبك الحيطه اصلا مش هتحتاج كتير، اجيبها لك انا. النجفه. النجفه دي مش نافعه خلاص. ما انا قلت 50 مره يا اخوانا نجفه بالحجم ده في بيت بالحجم ده مش نافع. يعني انا بخبط فيها وانا قاعد مش وانا واقف. انا جالي رجرجه في المخ من النجفه. لا النجفه دي بلاش منها، بلاش منها. الحمد لله ربنا يكملك بعقلك. احنا نعمل بقى ايه؟ السقف الساقط جبسون بورد، ونعمل بيت النور في السقف، ودي الكنبه دي اتهرت ما بقتش نافع. احنا نطلع على دمياط نجيب لنا حته مذهب بقى ايه قيمه كده شيك وتشرف، وترابيزه صفر 12 كرسي كده مقنقطه كده مقطقطه قطقوطه كده صغنونه، عشان طبعا عشان العريس واللي معاه. امال هياكلوا فين يعني يا عبد؟ هياكلوا فين؟ لا لا ياكلوا على 12 كرسي طبعا. امال ياكلوا ايه؟ ياكلوا وشنا؟ لا بلاش نيش. ليه؟ اخص عليك، ده انا بحبه قوي، طعمه جميل. انا كنت هجيب 4 اعلقهم كده. لا لا بص احنا كفايه اول بوفيه، ويلا بقى هو مؤقتا على قد الحفك مد رجليك. والله انا كنت بحلم بالموضوع ده. بانك تجيب نيش؟ لا ان امد رجلي اساسا في الشقه هنا. بمناسبه رجليك، انا مش عجباني الستاير دي، انا لازم اغيرها. انا هجيب اللي هي ايه الطبقات اللي فوق بعض 3، واحده بلاك اوت وواحده اورجانزا واحده شيفون. ونعمل بيت للستاير عشان البرقع. لا طبعا لازم البرقع، لازم له بيت. احنا مش مهم البيت عندنا خلاص. يعني اقول لك بقى، بدل ما رحنا على دمياط يبقى نحقق طموحاتنا واحلامنا كلها. عايزين نفرح بقى. هنفرح امتى بقى؟ هنفرح امتى؟ نفسك في ايه؟ قول. انا نفسي اجيب بقى ايه كرسي هزاز وليزي بوي. ايوه. واجيب هنا نافوره رخام كده ايه سامبوكسه، ونعمل بقى الحته دي كده جاكوزي، ونلغي الحمام خالص ونحط فيه السفره ال 12 كرسي. أحسن. عشان ايه يا ام ريهام؟ ايه يا ام ريهام الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اللي عاوز يجي يقعد معانا هنا يجي على وضعنا. عمر ما الحاجات دي ما كانت بتفرق في البيوت. اهم حاجه في البيت الراحه، مفيش اجمل من البساطه. والكرانيش تبقى في البيت كله داير ما يدور. اللي انت عارف البيت اللي من غير كرانيش زي السكر من غير سنترافيش. انا مألفها دلوقتي بس هي معروفه. زي ما تحب يا عم. والارضيه كلها باركيه مسمار، حلفه وفلصه. والعلفه قبل الفلصه. هي ايه الفلصه دي؟ انت عالفه ولا بتقولي اي كلام؟ والله اللي تشوفوه. والحيطان كلها تتجلد خشب. زان كلها تتجلد خشب. زان بس موضوع تجليد الخشب ده يعني مش هيضيق البيت شويه؟ ليه يا حبيبي؟ هو البيت ضيق شويه بس ده برضه بيتها، واعملوا اللي يريحك. الولد ده محترم وانا حبيته ودخل قلبي. بص يا ابني احنا نقرا الفاتحه دلوقتي ونلبس دبل، 5 دقايق نلبس الشبكه نكتب الكتاب والدخله الخميس الجاي. خميس؟ وهو يعني البيت هيلحق يخلص قبل الخميس يا عم؟ يا حبيبي مش مهم البيت يخلص، المهم انا اخلص. انت منورنا. بعدين انا شايف انت جايب اخوك الصغير وجايب ناس تقريبا مش قرايبك خالص. امال فين بابا وماما والحاج عصام الله يرحمه والناس دي؟ ما جوش معاك ينورونا ليه؟ ما عرفوش يطلعوا السلم.
بس انا قلت يعني مش عايز اضيق. لا لا تضيق ايه، ده البيت يسع من الحبايب الف يا راجل. بص بقى، خير البر عاجله. صح يا عم، وانا برضو بقول يعني البيت مش محتاج اي توضيب، ده هو لطيف كده. بس نعمل بس كورنر للبيبي كده جنب التلاجة بعدين بقى. هو انا اوضتي فين؟ اوضتك. انتي كلب عاملي زحمه، انتي مجرمه خنقي جدو، يا شيكولاتي فالله. ياه والله عيشتكم معانا ملت علينا البيت.